بداية تعليمي أنا بهذا الفن سجلت بنوادي متواضعة عندنا بالقرية، علموني حركات يعني بدائية مثل الموجودة بأي نوادي، بعدين شقيت طريقي لحالي، كنت عم بدرس وتعلم بنفس الوقت، بعدين نظرت للثقافات الموجودة عند الصين واليابان، وأخذت واستوحيت منهم هذا الشيء. بصراحة البدايات كانت صعبة كتير، كنت أول شيء بلشت بمكان مهجور، ما كان في أي نوع من المعدات اللي بيحتاجها النادي، يعني حتى وسادة لحتى يقلبوا عليها التلاميذ ما كانت موجودة، كنت أعلمهم بإيدي، يعني كنت أحمل التلميذ وأعلمه بإيدي على المهارة القتالية والمهارة الرياضية بنفس الوقت، والحمد لله بفضل الله أنا أخذ المبالغ قسم من مبالغ النادي لمصروفي الشخصي والقسم الثاني لحتى أطور النادي، أشتري إمكانيات أول بأول. أنا حبيت أخذهم على الجبال وعلى هاي المناطق العالية كيف موجود بالصين واليابان مثل معابد شاولين، أنا حبيت أني أخذهم وكمان تتنمى هالفكرة عندهم أول بأول، يعني أنا حابب يكون بسوريا كمان ثقافة رياضية جديدة. تقوية جسدي وتقوية شخصيتي بالمجتمع ودفاع عن النفس. ليش حبيتها؟ كتير يعني هاي الألعاب الرياضية يعني حبها كتير. Yummy!